يوم ما يقعد مع ناس ثانيين يحس بنفسه، ايش اسوي؟ دائما يسالون الدكتور شو اسوي عشان اضعف، دكتور شو اسوي عشان كذا، لان انا بالليل شبير، بالليل صداع، بالليل كذا. يا جماعه الحاله النفسيه مرتبطه تماما بالسمنه، القلق النفسي، الوضع الاجتماعي، الضيقه، هذه كلها تاثيرها سببها السمنه. نعم. يمكن دكتور حسين عالج وايد امور من هذه، كنا انا وياه نتعاون على طول، اي صديق اي واحد قلنا والله روح شوف البرنامج ويا الدكتور، طبق يا دكتور حسين شوف شو يقول لك. يعني موضوع البرنامج طبعا انتشر بشكل كبير في الكويت، بصراحة لك صيت دكتور يعني عن قريب وعن بعيد، وخصوصا موضوع الكتاب اللي عبارة عن جزئين، النظام الغذائي. يمكن في الكثير من اللقاءات درسنا هذه المواضيع وتبعنا يعني النظام الغذائي وكيفية الوصول إلى شيء لنبيه عن طريق هذا النظام. الحلو بالموضوع أنه في الجزء الثاني الدكتور كاتب يعني أن السمنة آفة نعاني فيها في منطقتنا في جميع أنحاء العالم. معظم الأمراض المتعلقة بالسمنة، انسداد الأوعية الدموية، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في الكوليسترول، ارتفاع سكر الدم، كل هالأمور ممكن نتجنبها عن طريق انخفاض الوزن. شلون دكتور؟ ما أدري، خلي أتكلم بإسهاب. عندنا حنا بالجسم دائما أشبه لما أعطي محاضرة أقول الله سبحانه وتعالى حبانا، عطانا أسد، أسد بجسمك، بجسمي، بجسم الدكتور. هالأسد وظيفته أنه يحافظ حقي على صحتي، بس إحنا ما فينا خير كل يوم ناخذنا عصاية والهبس ضرب فيها الأسد. الأسد ما نحترمه، ما نحترمه. الأسد يبكي يئن. إذن الأسد لمن يبكي أي عضو من أعضاء الحين أعطيك أنا أنت شوفي خانم شو دابك، أعطيني خلي أتكلم مثل أوادم أو لا تخليني. حياك تفضل. أعطيك أنا جواب يعني. زين، لما نطق كل يوم الأسد، الأسد يبكي، لما يبكي طلع لنا سائل، سائل دموعه. منو هالأسد على كلامك؟ الأسد غدة البنكرياس. العصاية الضرب اللي نطقه يوميا عبارة عن النشويات السيئة اللي هو خبز ومعجنات وفطاير والوجبات السريعة، كل يوم ناكل والأسد الإنسولين يفرز عشان ينزل السكر، فالأسد البنكرياس يبكي يطلع لنا الإنسولين. أوكي، الإنسولين هالدموع تنزل السكر، لما السكر ينزل الشخص يشعر بالجوع مرة ثانية، يروح يأكل، يطقها مرة ثانية عصاية ضرب فيها الأسد، يبكي مرة ثانية، السكر ينزل، يروح ياكل مره ثانيه طق. ف 24 ساعه اللي متعودين على النشويات ما يشبع، يعني يتريق له، ها عقب ساعتين ثلاثه ياكل له مره ثانيه، يقول ليتني رجفه. الساعه 12 ياكل يقول والله يوعان، يرد البيت يقول له يا مره يلا قومي قومي، يحط لنا رحنا عند فلان يواعه، يطلع الساعه 4 يقعد من النوم ياكل اكل يهد، الساعه 7 بالليل يروح يفتح له الثلاجه يدور له حلو ما حلو، الساعه 12 بالليل يروح الديوانيه ما يشون ياكل اكل يهد، نص الليل يقعد من النوم ياكل. وعندنا ماشيين على هالسيركل، على هالدائره 24 ساعه، وبالتالي السكر عندنا عالي يصعد، الانسولين الاسد اللي كان يزأر ويطلع لنا انسولين، بقى الانسولين بعد اخر شيء يقول له بخلي الانسولين يصعد على طول، مللني هالانسان، فيبقى الانسولين عالي، فالانسولين ما قام ينزل السكر، فيبقى السكر عالي، الانسولين عالي. شوف الحين مصيبه عاد، لما السكر عالي الانسولين عالي هني البلاوي تبدا. بالانجليزي يسمونه 6 اتشز، 6 حرف الاتش، هايبر يوريسيميا، ارتفاع في كل في اليوريك اسيد الاملاح، هايبر كوليستروليميا، ارتفاع في الكوليسترول، هايبر جلايسيميا، ارتفاع في سكر الدم، هايبر تنشن، ارتفاع في السكر، هايبر فيسكوسيتي يعني تجلط الدم، ها والى اخره. في 6 الفكره المشاكل الان كلها. الريال هذا المريض فقير عنده سكر، خل اقول لك عشان اسهل لك ان احنا اطباء شلون يخورونا بعد، مو كلهم، ها البعض يروح له ما يقول ان اكو سمنه عنده، مشكله عنده، عند الريال انسولين عالي يعطيه، يقول اخذ هالابر، اخذ الحبوب، ماكو انسولين عند الريال، ما قاعد يشتغل، يعطي انسولين يقول لك كل على كيفك كل، ما يصير الحكي هذا اصلا، ما يمشي. اكو مشكله، الريال قاعد يعاني من السمنه. زين، ارتفاع في الكوليسترول، يعطي ادويه، ما يدري ان الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول كان السمنه، الاسد زهر وطلع بلاوي، ها؟ زين، يروح حق عنده تجلطه بالدم، يعطي ادويه بدون ما يشعر، يقول له والله ان سبب هل الربط اللي صار بجسم الانسان كان مشكلته الانسولين ريزيستنس، مقاومه.
دكتور، الدكتور عم بعد فقد الامل في المريض اللي قدامه، يحس انه هو ما راح يحافظ على التوازن الغذائي، فبالتالي يحاول انه يصلح الموقف عن طريق الادويه. مو صحيح هالحكي، يقعد انت روحي الحين مستوصفات، ايش كثر يقعد طبيب معك؟ دقيقتين ثلاث دقائق؟ 30 ثانية رحم الله والديك، يطالع ويش؟ كتب لك وصفه. طيب اكو بلوه، الانسان قاعد يعاني، عنده مشكله. مساء الدكتور يقول له انا ياني شخص فقير يكسر خاطري، يقول دكتور انا من اشوف الاسانسير الناس اوقف انتظر انه يروحون عشان بروحي انحرج يشوفوني. يقول او اصعد ما اقدر اصعد على الدرج عشان ما اكون مع المجموعه. فتصوري يعني مشكلة سهلة، بس احنا نعطي ادوية كوليسترول نعطي حق المرض، ادوية الضغط نعطي، ندري ان الضغط 60% على فكرة 60% من الضغط سبب السمنة. زين انا اذا خفف السمنة تلقائيا الضغط ينزل. 80% من السكر اللي عندنا احنا سبب، خاصة النوع الثاني، سببها السمنة يا عمتي. خل ننزل السكر، خل ننزل السمنه، خل ننزل وزن الشخص، شوف ايش السكر يتعدل. وصلنا للهدف، وصلنا لصلب الموضوع، ان احنا كلنا ودنا نخفف الوزن، شلون دكتور؟ يقولون الحميات، الرجيم، كل واحد عنده رجيم، عندنا تقريبا فوق 6000، عندنا فوق 6000 نوع رجيم. صح. وكل واحد يتبع الرجيم اللي يبي، وما يدري هل الرجيم هذا مناسب لجسمه ولا لا، واحد ضغطه مرتفع، واحد دمه غير، واحد يعني كل شيء، كل واحد له خصوصياته الجسمية أو الصحية، فكيفية اتباع هذه الحميات والوصول إلى النتيجة، وخصوصا اللي يعانون من السمنة الزايدة أكيد محتاجين وقت طويل جدا للوصول إلى الوزن المثالي، فالإنسان يمل، الإنسان بطبعه ملول، إنه وده يشوف النتيجة السريعة، شو يسوي؟ ما هذا يقول لك إذا مسه الخير منوعة، إذا مسه الشر جزوعة، إلا المصلي، إلى آخر الآية الكريمة، عندنا قمنا نخربط بالآية بعد الظاهر. المهم القصد منه، شوفي أنا ما أقدر أعرف الرجيم، يعني أنا بمذهبي أو بتعريفي أو بالكتاب اللي أكتب ماكو شيء اسمه الرجيم. شنو الرجيم؟ رجيم يعني تمتنع عن أكلات معينة، تمتنع عن أكلات كثيرة، أكلك الوجبات الجميلة اللي يدك ويدي واللي والسامعين والمشاهدين اللي يشوفون كان يأكلون أكل الله ووزنهم كان حلو، ويقول لك البدوي في الصحراء أيام اللي بدراسة جسمه حلو رشيق، الله أكبر، يمشي البراري، أكله شنو كان؟ أوكي كان يأخذ التمر كان يتحرك، كان يأخذ دهن عداني كان يتحرك، كان يأخذ الحنطة. ها الحين أنا عشان هذا أقول لك ضد الرجيم، أنا أقول وخروا الأشياء السيئة. الآن العلم ثبت علميا أن سبب مشاكل القلب النشويات، فول ستوب، ما في روح تعال، مو حسين دشتي ولا أنت ولا دكتور، النشويات. يعني نشويات سيئة أكو جيدة ترى، نشويات سيئة مثل شنو؟ مثل الخبز، 24 ساعة ناكل خبز، العيش 24 ساعة ناكل عيش، بالليل يتعشى الساعة 12 بالليل حط له غنشة، ها وها خلص الغنشة جاب له بعد فوقه بعد دهن يحط الأخ، الصبح يقوم خدران ما له خلق الدنيا. انا اقول اكل، اخذ نشويات جيده، اخذ الخضار، اخذ الخضروات الورقيه، اخذ الامور، اخذ الاسماك، اخذ الاشياء الجيده، انا هذا اقول. وبالتالي واقول اكل لما تشعر بالشبع.